الطريق نحو النجاح. غير تفكيرك تتغير حياتك. مرحبا بكم على قناة الطريق نحو النجاح. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالأخوات والإخوة الكرام على قناة الطريق نحو النجاح. كنتقي مرة أخرى في إطار فيديو جديد من الفيديوهات ديال تطوير الذات على القناة ديالنا اللي كان نقوم بتنزيلها تباعا وبين فينا والأخرى مواضيع اللي كتهم التنمية الذاتية، كتهم كل ما فيه التطوير ديال الذات، كل ما فيه كل ما يهم يعني تنمية الشخصية ديال الإنسان وجميع المهارات أو المعلومات اللي يمكن نتعرفوا عليها باش ننميو بالدوات ديالنا وبالانفس ديالنا في الطريق ديالنا نحو تحقيق الاهداف ونحو تحقيق داكشي اللي كنبغيو وداكشي اللي كنتمناو والاهداف نحقوا الاهداف ديالنا. فهاد المره اختاريت لكم موضوع اخر. غادي نتحدث لكم على خمسه ديال الكتب في مجال تطوير الذات، خمسه كتب مهمه في مجال التنمية الذاتية. كل كتاب غنعطيكم يعني نبدأ عليه ولا مختصر. جمعت لكم هذه الخمسة أو اخترت لكم هذه الخمسة ديال الكتب لأنني كان أعتقد أنها يعني من الكتب المهمة. هي كما كتعلموا وكما كتعرفوا أنه بالنسبة للمجال ديال تطوير الذات التنمية الذاتية الشيء فيه مجموعة ديال الكتب وديال المراجع وديال المسألة ديال تطوير الذات والبرمجه اللغويه العصبيه وجميع المواضيع ديال تطوير الذات، سواء البرمجه اللغويه العصبيه، سواء مثلا القراءه السريعه، سواء تحقيق الاهداف، سواء التخطيط، سواء يعني فيما يتعلق يعني بالثقه بالنفس وبالتطوير ديال الذوات ديالنا وبالنسبه للظهور يعني بمظهر امام الجمهور وتكوين العلاقات واخذ الكلمه امام يعني الناس، التحدث امام الجمهور، يعني كاين بزاف. وبالنسبه للذكاء المالي، بالنسبه يعني كيفاش المساله كيفاش تصرفوا في يعني بكيفيه يعني بكيفيه كيسه وبكيفيه يعني منظمه في يعني في الموارد ديالنا الماليه الى غير ذلك. يعني هذا المجال ديال تطوير الذات يكاد يمس جميع النواحي ديال الحياه ديالنا. فاي مساله، اي موضوع، اي حاجه بغيتي ديرها او كتعمل عليها الا ولها علاقه بتطوير الذات، اي مساله بغيتي تفكر، عندك لقاء رونديفو مع شي واحد، يعني هنا كنتحدثوا على كيفيه نسج دوك العلاقات وكيفيه ان الاخر يتقبلك وكيفيه انه انك تستطيع انك تقنعه انك مثلا تبيع ليه او تعقد معاه صفقه مثلا او الى ذلك. مثلا في اطار الدراسه بالنسبه مثلا للطلبه ديالنا والتلاميذ، كيفاش يعني كيفيه استعداد الامتحانات، كيفيه التوجات ديالهم، كيفاش اننا ندوزوا العام الدراسي ديالنا مزيان. في مجال الاعمال كذلك، في مجال مثلا غير نقول مثلا بالنسبه للقراءه، كي القراءه السريعه، كيفاش اننا نستطيع اننا مثلا كتاب نقراوه وبالتركيز في واحد المده وجيزه واننا نعرفوا كامل الكتاب. اذا كاين بزاف ديال المواضيع تكاد كما قلت بالنسبه للتنميه الذاتيه او تطوير الذات يكاد يحيط بجميع المناحي ديال الحياه ديالنا. هنا هذه الخمسه الكتب فتلي مثلا فتلي يعني ان سبق لي انني قريتها وانني يعني استفدت من ما ولد بها من معلومات وكان لها جميل الاثر على الحياه ديالي. فانا ارتأيت انني نتقاسمها معكم، يعني ولو نقول ولو نذكر ولو غير بعض يعني اللقطات او ملخصات في هذه الكتب هذو، على اساس انه اللي عجبوا هذه الكتب وبغى يتعمق فيها في الحقيقه فانها راه ان هذاك لو بري ديالها واخا ماشي غالي، انه يعني ان هذيك الكتب تسهل هذاك ان الانسان يمشي يكتبها وياخذها باش يقراها ويتعمق فيها.
ولهذا خمسات الكتب كتعلق بالتطوير الذات قلنا، فان شاء الله نبداو بالكتاب الاول. الكتاب الاول يسمى كتاب آفاق بلا حدود، من تأليف واحد الدكتور عراقي سميتو محمد التكريتي. هذا الكتاب هو موجود، كتاب هو كتاب يعني هذا الكتاب ديال آفاق بلا حدود، كتاب رائع، كتاب زوين صراحة. كي يتحدث الكاتب ديالو على هندسة النفس البشرية، وكيسهل المؤلف ديالو أو الكتاب ديالو بالآية الكريمة من سورة الرعد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العظيم. وكيتحدث في هذا الكتاب الدكتور محمد التكريسي في كتاب ديالو آفاق بلا حدود، يتحدث على مصطلح الهندسة النفسية. وهنا هذا المصطلح الهندسة النفسية هو اقترحه كمصطلح عربي أو كبديل لما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية، لأن لا PNL أو نورو لانجويستيك بروغرامين أو بروغراماسيون نورو لانجويستيك، البرمجة اللغوية العصبية، هذا مصطلح غربي أمريكي، ولكن هو يعني أعطى مقابل هذا الاسم وسماها الهندسة النفسية العصبية. وبالمناسبة نفتح لكم قوس بالنسبة لما معنى لهذه البرمجة اللغوية العصبية، هي إذا لاحظنا الاسم ديالها برمجة لغوية عصبية، يعني نبرمج الدماغ ديالنا بواسطة الكلمات. إذا بغينا نقول واحد التعريف مبسط بسيط لهذه البرمجة اللغوية العصبية، البرمجة اللغوية العصبية يعني برمجة العقل بواسطة الكلمات ولا بواسطة الأفعال ديالنا. إذا هذا هو يعني المراد من هذه البرمجة اللغوية العصبية. لأن علاش حنا ملي كان يعني كل واحد فينا عنده رؤية معينة أو محددة الأمور، عنده واحد الرؤية كيشوف بها هو العالم، هو كيشوف بها العالم بهذيك الرؤية ديالو، هذيك الرؤية مسجلة عنده يعني بواسطة واحد التجارب، واحد يعني مرة منها في الحياة ديالو كتسجل عنده في العقل الباطن. إذن هو كيشوف العالم وفق هذيك التجارب ديالو، وفق هذيك الرؤية ديالو، وفق هذيك المرشحات اللي عنده يعني أو ملي كيكون كيشوف واحد الفعل أو كيبغي يدير واحد السلوك، فهذاك ردة الفعل ديالو ملي كيدوز مثلا شاف واحد وبغى يعلق على واحد المنظر ما أو شي مسألة شي واحد أمامه، هذيك الرؤية كيشوف هذاك المنظر وهو بغى يعلق، فهذاك كتمشي أو قبل ما يتكلم كيمشي للعقل ديالو الباطن، وكيدوز من هذوك المرشحات كيتسموا دوك لي فيلتر. لي فيلتر شنو فيهم؟ فيهم التجارب ديالو اللي دوزها في الحياه، فيهم من كان صغير حتى كبر، تجارب ديالو عن على على المواضيع المواضيع كامله، على النجاح على الفشل على كذا. فهنا هذا الشيء من بعد عاد باش كيصدر هذاك رده الفعل ديالو بناء على هذوك المرشحات ديالو، بناء على التجارب ديالو. فحنا من اللي كنكونوا صغار، من اللي كنتزادوا كنكونوا كنا بحال كما كيقولوا في المثل ديالنا، كنا ولا 9 شهور، يعني كنكونوا صفحه بيضاء. شوفوا دابا مثلا كمثال بالنسبه للاطفال، الاطفال كلهم بحال كيتصرفوا بعفويه، كيتكلموا نفس اللغه، كيتصرفوا نفس التصرف. علاش؟ لان ملي كيتزادوا مازال ما عندهمش التجارب، العقل ديالهم تيكون بالنسبة خاوي من التجارب، كيكون فارغ. بحال مثلا بحالاش نعطيكم مثال، دابا العقل ديالنا بحال ان اورديناتور، بحال واحد الحاسوب. دابا مثلا نقولوا انا اعوذ بالله من قوة انا واحد الشخص صديق او اخ او قريب، شرينا دو بيسي نهار واحد، نفس لا مارك بنفس لي كاباسيتي كلهم نهار واحد، ومن داز مثلا داز شهور ولا عام ولا عامين ما تلاقيناش انا وهذاك القريب ولا الاخ. من بعد تلاقينا، فاين جينا نقلبوا هذوك لي بيسي ديالي وديالو ما غاديش نلقاهم بحال. علاش؟ لان هو
هذاك البيسي دار فيه لي بروغرام اللي كيخصوه، المسائل اللي كتخصو العمل ديالو، كيفاش كيفكر، المسائل اللي كتهمه هو. كذلك انا البيسي ديالي غادي غنحط فيه المسائل اللي كتهمني، وربما ممكن نحط لي مسائل ديال التنميه الذاتيه وتطوير الذات وهكذا. فهنا اللي بغيت نقول لكم ان احنا نبرمج، وهاد البرمجه نبرمج مني ولا احنا ملي كنكونوا صغار كنبدا نسمع. اولا كيكون اباء الوالدين ديالنا، البرمجه كتبدا من ملي كنكونوا صغار، من بل انه كيكون كاين يعني العلماء اللي تيقولوا انها كتبدا حتى من الطفل وهو في كرشمو، انه يبدا كيحس بالوالدين ديالو. اذا هنا ملي كنكونوا صغار كتبدا البرمجه، كتبدا البرمجه من ديال الوالدين، كيفاش كيتعاملوا معنا الوالدين، كيفاش اشنا هما الكلمات اللي يلقلوا لينا، اشنا هما الامور الايجابيه اللي كيزرعوا فينا، اشنا هي مثلا احنا دوله اسلاميه كيزرعوا لنا في القيم الدينيه، القيم الاخلاقيه، بالنسبه كيفاش كيشوفوا هما المساله ديال الامور السلبيه، الامور الايجابيه، مساله المال، مساله هذا المسائل، هذا الشيء كله كيكون عليه واحد الاثار علينا. المساله الثانيه كذلك المدرسه، ملي كنبداو نكبروا شويه كندخلوا المدرسه، والمدرسه كنمروا فيها عديد ديال السنوات، كتكون البرمجه ديال المدرسه، البرمجه ديال المعلم ديالك، ديال الاستاذ ديالك، راه حيت بعض المرات كيكون قدوه، هذاك الاستاذ كتاخذ منه القدوه. وشوفوا نرجعوا للوالدين، الدراري الصغار دائما الولد ملي كيكون صغير تيبغي يكون القدوه ديال باه ولا ديال مو، لا البنت ولا الولد، كيشوفوا كيفاش كيديروا والديهم وكيديروا بحالهم، كيقلدهم. اذا هنا كنبداو نغرسوا في وليداتنا الامور اللي هي ايجابيه، وهكذا حتى لان ديك الساعه كيكونوا الاطفال واخا كنزعلوا كيكونوا عفويين، ولكن من بعد كيبدا الامور دوك المرشحات اللي كنقولوا المجتمع لا عندك لا هذه، ملي كنكبروا كنبداو نديروا بهذه اللغه وكنشوفوا المجتمع واش قال هذا واش ما قالش هذا. اذا من قبل هذاك الشيء ما كانش. اذا هنا باش غير باش نقول لكم انكم تردوا البال من البرمجه، اولا البرمجه اللي كنعطيوها لوليداتنا وحتى اللي كنعطيوها لنفسنا وكيفاش كنهضروا مع راسنا. اذا ربما كنعتذر انني طولت، غادي نسد هذا القوس هذا على البرمجه اللغويه العصبيه، ونبقاو نس في نفس الموضوع ديال الكتاب ديالنا قلنا الاول ديال الدكتور محمد التكريتي ديال البرمجه، او كتاب افاق بلا حدود. قلنا عرف ان البرمجه اللغويه العصبيه وعطاه مصطلح الهندسه العلميه يعني النفسيه، انه المصطلح العربي المقترح، وتحدث في الكتاب على تاريخ الهندسه البشريه والتطبيقات ديالها والمبادئ ديالها، ومن ابرز هذه المبادئ هي مبدا الخريطه ليست هي الواقع، وهي اللي تحدثت لكم عليها ملي فتحت القوس. الخريطه ليست هي الواقع، داك الشيء باش كتشوف اللي باش كتشوف انت العالم راه ماشي هو العالم بالفعل، انت كتشوف بالتجارب اللي عندك، كتحكم على الامور بالتجارب اللي فرضت. هذيك هي هذا مبدا من بين مبادئ البرمجه اللغويه العصبيه، هو هذا مبدا مشهور، مبدا الخريطه ليست هي الواقع. وان شاء الله فيديوهات اخرين غادي نعدد لكم المبادئ ديال البرمجه اللغويه العصبيه في فيديو مستقل، غادي نتحدثوا عليها وكل مبدا اش كيعني الى اخره. وحتى بان في هاد الكتب هاد اللي غنعطيكم ملخصات ديالها، فاذا كنتوا تحبوا انني نتحدث لكم على كل كتاب على حده بالتلخيص ديالو شامل في فيديو، فغير كتبوا لي في التعليقات انا مستعد نتحدث لكم على الكتب بخمسه كامله. اذا قلنا انه محمد تكريتي تحدث على تاريخ الهندسه البشريه، وتحدث على انك تشوف العالم بالخريطه ديالك، وبدا الخريطه ليست هي الواقع، هي ان تتعني ان خريطه العالم في دماغ الانسان ليس هي العالم. ومن كيتعمق في الكتاب كيهضر على موضوع الهندسه النفسيه والبرمجه اللغويه العصبيه، وتطرق لموضوع الحواس والخداع ديالها والمحدوديه ديالها، موضوع اللغه كيفاش اللغه وكيفاش كنتحدثوا بها، المعتقدات، القيم ديالنا، تحدث على القيم، الحاله الذهنيه، النظام التمثيلي، يعني النظام التمثيلي، وكذلك الانماط الداخليه والخارجيه والنميطات واشارات الوصول العينيه، والنظام التمثيلي السائد لدى كل انسان، هل هو بصري ام سمعي ام حسي. اذا هناك اشارات وكاين مسائل باش كنعرفوا الانسان واش بصري ولا سمعي او حسي، كذلك يمكن تحدثوا عليها نفصلوا فيها في فيديو اخر جديد في مقبل ان شاء الله. عرض لي لحن الخطاب والنمط الغالب السائد فيه، وموضوع الاستنباط
المعايره، وعرض كيفيه تحقيق مستويات الالفه والمجاراه والقياده في عمليه التواصل. هنا كذلك التواصل، عمليه التواصل، هذا التواصل كذلك من بين الامور او اللي كيشملها تطوير الذات، وهي التواصل، عمليه التواصل. كيفاش انني كما سبق لي وقلت لكم في الاول ديال الفيديو، انا واحد انسان بغينا نعقدوا صفقه، بغينا نديروا عقد، بغيت نقنعوا يشري عندي المنتوج ديالي. وهنا كاين ثلاثه المستويات، ملي كنجلس انا خصني نحقق مع الالفه والمجاراه والقياده. الى حققت مع هادو فانني كنفوز 100% بالصفقه. كذلك تحويل المناط، وتحدث الكاتب على العقل الباطن، وعرض واحد الملحق على الحواس ديال الانسان كيفاش كتعمل، وملحق اخر دماغ الانسان. وهنا كذلك ان شاء الله غادي نتحدثوا في فيديو اخر على العقل الباطن والعقل الواعي، شنو الفرق بيناتهم. هذا بالنسبه للكتاب الاول، افاق بلا حدود، الدكتور محمد التكريتي. بالنسبه للكتاب الثاني، كتاب هذا كتاب مشهور عالميا، ربما غادي الاكثريه منكم غادي يعرفوا هذا الكتاب. الكتاب الثاني هو كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعاليه لستيفن اركوفي. وهذا الكتاب راه كتاب راه من الكتب الاكثر مبيعا في العالم، وترجم لعده لغات هذا الكتاب، عده لغات. اذا العادات السبع للناس اكثر فعاليه، دروس فعاله في عمليه التغيير الشخصي. فستيفن كوفي اعزائي الكرام معروف، هو الان رحل يعني توفى، ولكن خلى عدد ديال الكتب، يعني غير من ما بين الكتب المشهوره هو هذا العدد السبع للناس اكثر فعاليه، الناس كلها كترجع ليه في مجال التنميه الذاتيه. وعنده كذلك كتاب العاده الثامنه، حتى هو كتاب ديالو العاده الثامنه. وعنده كتب اخرى سميتو بالنسبه لستيفن كوفي، عنده بزاف. وبالمناسبه نفتح قوس اخر حول ستيفن كوفي، راه الى تفضلتوا ودخلتوا عندنا القناه ديال الطريق نحو النجاح، القناه ديالنا، ومشيتوا لقوائم التشغيل، غادي تلقاو في قائمه التشغيل ديال الاقوال وحكم عن النجاح، غادي تلقاو واحد جوج ديال واقيلا جوج على ما اظن، جوج الفيديوهات او ثلاثه على اقوال ديال ستيفن كوفي، يعني الاقوال اللي خلاها لنا ستيفن كوفي. غتلقاو لي فيديو في قائمه التشغيل ديال الاقوال وحكم عن النجاح. كذلك غادي تلقاو واحد الفيديو اخر على من هو ستيفن كوفي، تحدثت فيه على حياته وعلى بعض الاقوال اللي خلاها لنا، فغتلقوه كذلك على القناه ديالنا. فهنا ستيفن كوفي نسد القوس ونرجع لهذا الكتاب ديال العادات السبع للناس اكثر فعاليه. ستيفن كوفي عرض في المؤلف ديالو العادات السبع للناس اكثر فعاليه، سبع عادات رئيسيه كيمارسها الناس ذوي الانتاج والفعاليه الاكثر، وحدد العادات السبع يعني في سبعه، وهي العاده الاولى كن مبادرا، يعني المبادره. العاده الثانيه ابدا والمنال في ذهنك، يعني التخيل، ابدا والمنال في ذهنك، يعني عندك واحد الهدف تخيل هذا الهدف، شوفوا غمض عينيك وتخيل انك حققتي، شوف الهدف، شوف كيفاش انت كتحقق، شوف حس بداك الاحساس اللي غادي باش هذاك كيعطيك واحد الدفع قوي. اذا العاده الثانيه ابدا والمنال في ذهنك. العاده الثالثه ابدا بالاهم قبل المهم، هنا مساله الاولويات، الاهم ثم المهم، ابدا بالاهم قبل المهم. العاده الرابعه تفكير المنفعه الجماعيه، هنا كيتحدث على يعني كيفاش يعني التكافل وعلى كيفاش نعملوا كوحده. وبالنسبه للعاده الخامسه حاول ان تفهم اولا ليسهل فهمك، هذه يعني اظن واضحه. العاده السادسه التكاتف مع الاخرين، والعاده السابعه شحذ المنشار. بالنسبه للكتاب الثالث، هو كذلك كتاب مهم، وكذلك المؤلف ديالو حتى هو معروف، كتاب قدرات غير محدوده للمؤلف الامريكي انطوني روبينز. انطوني روبينز هو يعتبر مرجع من المراجع، يعني من اشخاص ديال تطوير الذات في العالم. انطوني روبينز عنده كتب بزاف، وعنده ترجمات لعده لغات، وكيدير محاضرات، راه المحاضرات ديالو كيحضروا ليه كيديرها
كيديرها في التيرانات، ما كيديرهاش في المسرح ولا كيديرها في القاعة، كيديرها في التيران، كيديرها ملعب. وشوفوا ملعب شحال كيدير، يعني كيحضروا ليه عشرات الالاف الناس المحاضرات ديالو. فهذا هو أنطوني بينز، معروف هو المستشار ديال الرؤساء ديال الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لها التطوير الذاتي، يعني معروف هذا السيد هذا بزاف. إذن الكتاب ديالو يسمى قدرات غير محدودة، علم جديد للإنجاز الشخصي. هذا الكتاب هذا ألفه أنطوني روبينز وقال عليه أنه علم جديد للإنجاز الشخصي، وكيفسر فيه وكيتحدث فيه أنطوني روبينز على البرمجة اللغوية العصبية. إذن هذا الكتاب هو يعنى بالبرمجة اللغوية العصبية وكيفية استفادة الإنسان منه والتعلم ديالو، حتى كيفاش يترقى في سلم الإنجاز الشخصي. كيتحدث الكاتب فيه على القادة، القادة كيفاش كيتصرفوا والسلعة ديالهم، كيتحدث على قوة الحالة الذهنية، كيفاش قوة الحالة الذهنية الإنسان بأنه تكون باش يعني أنه يستطع يحقق الأهداف ديالو، مولد التفوق أي النجاح، كما كيتحدث على أكاذيب النجاح السبعة، وكيف يعني كيعمل العقل وكيفاش كيف تعمل عقلك، وتحدث على أصول النجاح، طريق إلى استنباط استراتيجيات الآخرين، كيفاش تستنبط الاستراتيجيات ديال الآخرين وتكون يكونوا لك قدوة، وعلى الفيزيولوجيا هي سبيل التفوق، وعطى وصفة ديال النجاح المثالي، وعرض القوة الانضباط، عرض سحر الألفة اللي كنا تحدثنا عليها، وكيف تثير النجاح داخلك، و عرض لتسلسل القيم، القيم ديالنا اشي، القيمة الاولى، اشي الثانية هي الثالثة، وكذلك تحدث على الوسائل الخمس للثروة والسعادة. هذا بالنسبة للكتاب الثالث اللي قلنا ديال قدرات غير محدودة للمؤلف أنطوني روبينز. بالنسبة للكتاب الرابع هو كتاب إدارة الذات، إدارة الذات دليل الشباب الى النجاح، وهو من تأليف الدكتور أكرم رضا. إدارة الذات هو دليل، أو إدارة الذات دليل الشباب إلى النجاح، مؤلف أكرم رضا. تحدث فيه المؤلف أولا عن أفضل الطرق لتحقيق الأهداف، وعرض المؤلف العشر خطوات للنجاح، وهي الخطوة الأولى كل الأضواء على هدفك. تحدث الكاتب هنا في هذه الخطوة عن الناجحين والأهداف ديالهم، وعلى وضوح الهدف، وعلى قمة الأحلام، والذكر والإعداد ديالو أنواع الأهداف. الخطوة الثانية هدفك حقيقة وليس خيالا. فهنا عرض الكاتب في هذه الخطوة حقيقة إيمانك بهدفك حتى تحققه، وكيف تحدد هدفك. الخطوة الثالثة إبداع ومنطقية أم أحلام. عرض الكاتب في هذه النقطة التفكير كحياة وأنه فريضة إسلامية، وعرض النماذج من التفكير والتفكير الجاد ومفعول التفكير، وكيف نفكر ومتى نفكر ومتى نتوقف عن التفكير. تحدث عن الإبداع وعرف الابتكار، وعرض الخمس خطوات حتى تكون مبتكرا، وأمثلة عن أخطاء التفكير والتفكير الجيد ودوره في حل المشكلات. بالنسبة للخطوة الرابعة عليك بمفتاح العملية الإدارية، وعرض هنا المؤلف هذه النقطة للتخطيط والماهية ديالو، يعني الأهمية ديال التخطيط. وش هو التخطيط؟ العناصر ديال هيكل التخطيط، سمات الخطة الفعالة. سأل الكاتب هل التخطيط ضروري؟ تحدث عن خطوات التخطيط، عرض لبعض الخطط الناجحة كخطة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. الخطوة الخامسة لا تفقد مصدر الطاقة. تحدث الكاتب في هذه الخطوة عن القلب والعقل وعن النفس في القرآن، وعن ثمرات الثقة بالنفس، وعن نادي الإحساس بالنقص، وعرض لست مؤلفات مولدات الطاقة تبعث فيه الثقة بالنفس. بالنسبة للخطوة السادسة أفضل تعب أن تحصل على قدوة. تحدث هنا المؤلف على القدوة، كيفاش أنك يعني تقتدي بشي إنسان ناجح باش تحقق الأهداف ديالك. الخطوة السابعة طريقك إلى الاحتراف، تطرق يعني لبعض القصص روجر بيكون وحكاية أبو محمد. الخطوة الثامنة السفينة، تحدث الكاتب في هذه الخطوة عن الصبر ومن المعاناة ديالو والحروف ديالو وماذا قالوا عن الصبر، وحكاية أم سلمة. أنا بالنسبة للخطوة التاسعة دقات القلب، عرض فيها المؤلف لمجموعة من القصص المهمة حول النجاح وحول تحقيق الأهداف. بالنسبة للخطوة العاشرة اجعل حياتك متعة، تحدث الكاتب عن في هذه النقطة عن سن المنشار وعن أعمدة المتعة الخمسة، وهي أولا ترويض النمر، ثانيا ابدأ بالأهم، ثالثا الاسترخاء،
رابعا غير نمط العمل، خامسا لما لا تمارس هوايتك. بالنسبة للكتاب الخامس والأخير، هذا الكتاب هذا كيتعلق بالكوتشين. انا سائت انني ندرجوه هنا مع الكتب، لان حتى الكوتشين هو يعني الكوتشين مهم. كتاب ثاني اكسيد النجاح، كتاب ثاني اكسيد النجاح للدكتور احمد مجدي، هذا كاتب مصري. 22 أداة كوتشين في الحياة والعمل. يعتبر هذا الكتاب اللي ألفه الكوتش أحمد مجدي من بين الكتب الهامة في مجال الكوتشين. تحدث الكاتب عن ثلاث أسس، يعني الأساس الأول تحدث فيه عن ما هو الكوتشين، لماذا، وتحدث في الأساس الثاني عن معادلة ثاني أكسيد النجاح، وفي الأساس الثالث تحدث عن الكوتشين واكتشاف عناصر المعادلة، وحدد عناصر معادلة الكوتشين في أربع عناصر وهي كما يلي. العنصر الأول السبب، قسم الكاتب الأربع فصول، أولهما حول الشغف أو كما أسماه المؤلف الويكند اليومي، والفصل الثاني حول الرقص مع أمواج التغيير، والفصل الثالث عرض لبوصلة القيم الشخصية ديالنا، الفصل الرابع عرض الكاتب الأقوى دوافع العالم وهي السعادة. العنصر الثاني وهو الرؤية، قسم الكاتب هذا العنصر بدوره إلى أربعة فصول، عرض لهم الفصل الخامس للفصل الثامن في الكتاب ديالو، وعرض في الفصل الخامس من الكتاب اكتشاف رؤية حياتك، وفي الفصل السادس كيمياء الآداب ومسافة التصويب، وفي الفصل السابع تطرق الموعد مع المخرج السينمائي رقم واحد في العالم وهو أنت، كيفاش غادي توضع سيناريو الفيلم ديالك ديال الحياة ديالك، ويعني به يعني به أنك أنت الذي تريد التغيير، فتشرع في إنتاج فيلمك السينمائي الذي يتضمن خطتك وحياتك نحو تحقيق الأهداف. وفي الفصل الثامن تحدث الكاتب عن التركيز الليزري وعلى الأولويات. العنصر الثالث وهو المسار، قسمه المؤلف بدوره الأربع فصول من الفصل التاسع إلى الفصل الثاني عشر، تطرق في الفصل التاسع إلى سير الإبداع نيوتني، وفي الفصل العاشر تحدث عن مهارات الفاشل المعتمد، في الفصل الحادي عشر الوجبة الرابعة، وفي الفصل الثاني عشر تكلم الكاتب عن أسئلة العلاقات الثلاثة. العنصر الرابع وهو الفعل، هذا العنصر الأخير قسمه الكاتب إلى خمسة أقسام من الفصل الثالث عشر من الكتاب إلى الفصل السابع عشر، هكذا عرض الكاتب في الفصل الثالث عشر إلى صناعة العادات، في الفصل الرابع عشر تحدث عن معامل أبل الشخصي، ثم في الفصل الخامس عشر عرض لفن العيش الآني، وفي الفصل السادس عشر تحدث المؤلف عن صياغة العظمة الداخلية الخلوة، وفي الفصل السابع عشر تطرق الكاتب للفعل في التفكير الإيجابي، وعرض المؤلف أحمد مجدي في الأخير الألوان عناصر معادلة ثاني أكسيد النجاح، ثم معادلات إبداعية من الكرة الأرضية. إذن كان هذا أعزائي الكرام الملخص أو تعريف، ماشي ملخص وإنما غير تعريف مقتضب يعني بخمسة كتب لتطوير الذات. الكتاب الأول كتاب أفق بلا حدود للدكتور محمد التكريتي، الكتاب الثاني كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية لستيفن أركوفي، الكتاب الثالث كتاب قدرات غير محدودة لأنطوني روبينز، الكتاب الرابع كتاب إدارة الذات للدكتور أكرم رضا، والكتاب الخامس كتاب ثاني أكسيد النجاح للمؤلف الدكتور أحمد مجدي. وكما قلت لكم يعني ان هذا انا عطيتكم دابا هذا مقتطف بسيط من كل كتاب، يعني انه اللي بغى يتعمق في الكتاب يعني يعني هذا يشري هذه الكتب راه مهمه، غادي تنفع يعني تشري كتاب غيبقى عندك غادي ينفع، كتستافد تقراه وتقراه وتستافد منه. كذلك الى بغيتوا اي كتاب من هذه الكتب نعرض لكم التلخيص ديالو كامل، فما عليكم ان تخليوا لي في التعليقات ديالكم الكتاب اللي بغيتو نلخصو او نبدا به، وغادي نبدا به ان شاء الله، غادي نشرع في التلخيص ديالو ان شاء الله. ولكي اعزائي الكرام، الى كانت هذه الزياره ديالكم الاولى للقناه ديالنا وشفتوا هذا الفيديو هذا وعجبكم، فا او يعني عجبكم المحتوى ديال القناه ديال تطوير الذات، فما تنساوش تشتركوا في القناه، تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اشعار ملي نزلوا اي فيديو من فيديوهاتنا ديال تطوير الذات على القناه ديالنا قناه الطريق نحو النجاح. راه نتوما هما اللي كتمدونا وكتعطيونا الطاقه
باش اننا نستمروا في هذه القناه. نتوما بالتعليقات ديالكم وبال يعني بالتعليقات ديالكم الايجابيه وبالمشاهدات ديالكم وباللي لايك اللي كديروا وباللي بارطاجي الفيديو الفيديو ديال القناه، فانتوما كتعطيونا دفعه وطاقه قويه وايجابيه باش نستمروا. فبارطاجيو الفيديو ديال القناه فضلا وليس امرا، بارطاجوه مع الاصدقاء والاقارب باش يستافدوا يستافد الجميع منهم. يعني شاركوا في القناه وفعلوا الجرس، وحنا دائما على العهد معكم باش نقدموا لكم المزيد والمزيد في مجال التنميه الذاتيه. فكنشكركم شكرا 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 جزيلا، كنشكركم جزيلا الشكر على المتابعه وعلى الاهتمام، واقول لكم الى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.